السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا كنا في اسبوع واحده عزيزه عليا، تمام؟ هاتي مسمومه ان انا اخر اسبوع قبل ما تاخد الحقنه، عشان ما نزعلهاش هاخد منه وبعدين نبقى نكمله مع بعض لما نروح بقى. هي ليها حقنه فيتامين، هي بقالها دلوقتي حوالي 10 ايام والده، وهي ليها حقنه فيتامين، هنجهزها مع بعض ان شاء الله. اول حاجه بفتح الحقنه بتاعتي وبجهز الانبول. بعد كده هبدا اسحب الانبول بتاعي، وهخرج الهواء. ربنا يستر بس وما تبهدلناش، لان هي بصراحه في فتره الحمل استوت من الحقن، وانا اصلا من كتر اللي هي بتعمله انا بقيت اخاف ان انا اديها اصلا حقن. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل مسحه في اتجاه واحد. بصي ما تتحركيش، خلينا متفقين مع بعض، اهدي كده وما تتحركيش، سيبي رجلك. بسم الله. انا عارفه ان هي خوفه جدا وبتوترني وانا بديها حقن، لان هي بهدلتني في فتره الحمل احسن بهدله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبي رجلك وما تشديش نفسك. احنا مسحنا وهندي في الربع العلوي الخارجي. السرنجه بتاعتي بتكون الفتحه بتاعتها لفوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بس معلش، ايوه اضغط على نفسك كده وما تتحركي، معلش بس ما تحركش رجلك، هي لولا الملامه دلوقتي تصوت. معلش بالشفا ان شاء الله.